يعطيكم العافية. بدنا هسه نبلش السترينج، يعني هسه هي فعليا المراجعة بدها تبلش. حكينا السترينج هي مقاومة المواد، كيف المادة راح تقاوم. حكينا انه بهمنا نعرف الفورس كيف نجيبها. الفورس بنجيبها من الاستاتيك، عرفنا كل الحالات اللي ممكن احتاجها بالاستاتيك. في حالة يمكن ما حكيتها، حالة بسيطة جدا، يعني هي مش انه انا ما حكيتها، لا كنت اذكرها لاحدى الامثلة اشوف مين اللي ممكن يكون فاهم او لا. كان عندي بين سبورت زي هيك، تمام، وعندي فورس مائل زي هيك. طبعا نسوني البين تكملته، انا بهمني البرغي. هذا البين هو برغي، تمام. هذا البرغي قلنا عليه رياكشن على اكس، رياكشن على واي، ورياكشن على اكس. بس لما يكون الفورس مائل راح يكون في عندي قيمة لهاي، هاي مثلا 10 راح تصير، وهاي قيمتها 20 مثلا. خلص شيل الفورس. لما يكون عندي الفورس 10 و20، طيب هسه احنا حكينا المقاومه الستريس السترينث راح تساوي بي على ايه، تمام، الفورس على الاريا اللي هي ضغط. يعني المواد اللي اخذ كيمياء بعرف الضغط والفورس على الاريا. طيب الاريا راح ناخذها هسه بالسترينث، الفورس قلنا بنجيبها من الاستاتيك. طب الفورس اعوض ال 20 ولا ال 10؟ انا راح احكي لك شغله مهمه جدا. الفورس هاي هي عباره عن القوه المحصله، يعني عندي اكس عندي واي عندي زد، راح تكون القوه المحصله 10 تربيع زائد 20 تربيع. هاي اهم، هاي الشغله بدي احكي لك اياها، انه الفورس اللي بدي اعوضها بقانون الاسترس راح تكون المحصله. فلما تكون هي قوه واحده فعليا، اذا كان بحكي 20 تربيع تحت الجذر يعني 20 مباشره، فانا مباشره بعوضها 20. بس لما يكون في عندي البرغي او البين يعني عليه اكثر من قوه، باخذ القوه المحصله له، باخذ القوه المحصله له. طيب هاي هيك بس تحماي على السريع. طيب هسه بدنا نتعلم عن المقاومه. المقاومه اللي هي سترينث اوف ماتيريال. مقاومه لا غلط، طيب سترينث اوف ماتيريالز، مقاومه المواد. بقول لي انا الماده ممكن تتعرض لاكثر من نوع من المقاومه. هسه المقاومه نسميها اجهاد، يعني الجسم قديش بتحمل لا يفشل، يعني اجهاد الجسم. اجهاد الجسم بنسميه ستريس. ستريس، فانا عندي انواع للستريس. في عندي نوع بسموه نورمال، هو الاسهل او يعني هو الشائع. وفي عندي نوع اسمه شير، وفي عندي نوع اسمه بيرنج. طيب شو بيختلفوا هذول الثلاث عن بعض؟ بحكي لك بكل بساطة، هذول الثلاث بيختلفوا عن بعض حسب الفورس. كيف يعني؟ النورمال يعني انه الفورس عمودية على المساحة. كيف يعني فورس عمودية على المساحة؟ أنا عندي حكينا قبل شوي مثال الطاولة. مثال الطاولة. حكينا لو كانت زي هيك، حكيت الفورس بتأثر هيك، راح تحكي لي تمام. هسه الفورس هاي وين بتأثر؟ راح تقول لي بتأثر على المساحة هاي، خلينا أرسم بلون زهري، راح تأثر لي على المساحة هاي، صح؟ يعني هاي فرق سكرها زي هيك مثلا، هاي الطاولة، هاي الفورس بتأثر على المساحة هاي، هاي قديش المساحة اللي بتأثر عليها الفورس هاي، صح؟ فهي فعليا اللود اللي هي القوة هي عمودية على المساحة هاي، فهذا بيعمل لي نورمال ستريس. طيب هسه لو كانت الفورس تعمل لي هيك اتجاهها، هيك يعني الفورس، يعني انا بدي اذا بدي اتخيلها، اذا بدي اتخيل الفورس هاي انه كيف يعني هيك فورس موازي، هيك يعني موازي للمساحه هاي. هاي يعني الفورس لو عندي قطعه زي هيك وقطعه فوقيها، ماشي، مثلا ملحومين مع بعض الحام، انا لاحم قطعتين حديد لاحمهم مع بعض الحام، هون حاط سوبر جلو. هسه هاي لو شديتها زي هيك، تمام، طبعا لما شدها زي هيك بدها تتزن، يتزنوا هيك، ماشي، ما نشوف شكل الاتزان. انا لو هاي شديتها هيك، مش هاي لما تشد اخرتها راح تنكسر، يعني الشكل راح يصير معي زي هيك، الشكل راح يصير معي هاي القطعه اللي تحت مثلا، وهاي القطعه اللي فوق صارت هون، ولو اظل اسحبها راح تفلت. هسه اذا بتلاحظ انه تحركت، هسه شو الهاي، شو الفورس عندك؟ الفورس عندك هاي، طيب شو اللي تأثر عليها؟ شو اللي تأثر عليها؟ لاحظ انه لو هاي بدي اجيها على 3D زي هيك، على 3D، لاحظ انه هاي المساحة اللي تأثرت، يعني شيل القطعة اللي فوق، بس خلينا نعتبر حالنا شيلنا القطعة اللي فوق، لاحظ انه فوق المساحة هاي،
هاي المساحات نفس مساحة النورمال لحسن الحظ بهاي الأمثلة وأمثلة المستطيل وهيك، بس إنه المساحة الموازية للفورس، هيك الفورس كانت. فالمساحة الموازية للفورس هاي بسموها شير. شير يعني قص، يعني أنا قصيت الجسم قص، قبعته قبع. فأسئلة الشير بكون الفورس دائما بتقبع بتقص، وبعد ذلك بتكون بالبراغي. طيب البيرنج هذا شير وهذا نورمال، طيب البيرنج كيف شكله؟ كيف الستريس تبع البيرنج؟ لو كان عندي انا زي هيك وحكيت لك انا هذا رابطه مثلا بماسوره زي هيك، عشان كده ارسم ماسوره صراحه زي هيك، هاي ماسوره ماسوره زي هيك. انا باحد الايام شلت الماسوره هاي اللي جوا، هاي الماسوره اللي جوا شلتها، كيف راح يصير؟ راح يصير عندي زي كانه ثقب، يعني هذا الكامل هذا ثقب، هذا كامل ثقب. فبكون البيرنج ستريس بحدث بين منشئين مختلفين، يعني مثلا هذا خشب وهذا حديد، فانا بلاحظ انه المنشئين هذول التقوا بنقطه، نقطه الهول هاي الثقب هذا، صار عندي ثقب. فالستريس هذا انا بدي احسب كمان اعلى ستريس للثقوبات، يعني انا لما اشيل الماسوره شو بصير بالثقب، فالستريس هذا بدي احسبه. فهم الثلاث لهم نفس القانون، لانه الستريس هو عباره عن ضغط، قلنا الستريس هو عباره عن الفورس على الاريا، تمام. اللي بيختلف عندي بينهم الثلاث هي الاريا. طيب الاريا هون شو بدي اعوضها؟ بقول لك بكل بساطه الاريا هون بتعوضها الدياميتر للثقب في الثيكنس لمين؟ لهذا الشيء. شو الثيكنس لهذا؟ اللي هو هذا الثيكنس، في الثيكنس هاي التي وهاي الدي الديميتر. فالاريا بالبيرنج بتكون تي في دي، دائما ثيكنس الشيء اللي راح في ديميتر الشيء اللي انشال. طيب هذا ايش؟ انواع الستريس. الفورس من الاستاتيك مش مختلفين عليها، والاريا اللي هي مساحه الشكل. كل سؤال بهاي المادة بيختلف عن الثاني، يعني ما في عندي قاعدة محددة. أنا بدي أبلش أتخيل الفورس الأريا كيف بنشاله، كيف بيقبعوا بعض وهيك. طبعا إحنا كانوا المادة مش راكزة على مثال محدد، إحنا هاي المادة رح نضل نحل أمثلة، فرح نفتح الكتاب مع بعض ونضل نحل أمثلة 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 لنخلص، لا يعني نفهم القاعدة مظبوط. طيب نيجي على الكتاب، على الكتاب. طبعا هذا المانيوال مباشرة حل الأسئلة. بدنا هون طبعا راح نشرح لما يكون فكرة أسطوانة، فلما يكون عندي أسطوانة زي هاي مثلا كيف أنا بدي أحسب الأسئلة اللي عليها. لما يكون عندي بروبلم زي هيك شوي بس، طيب عندي أسطوانة، عندي سؤال زي هيك بيقول لي two solid cylinder rods A B and B C. حكى لي هذول solid، يعني زي ما تحكي عندك زي هيك اسطواني مثلا لجوا، هاي مالها كلها ملبسه، يعني مش مفرغه من جوا، كلها ملبسه. تخيل انك ماسك حديد ستيل اللي بالشو اسمه اللي بالعمار، اللي بيكون بالعمود، مش بتشوف العمود الحديده كامله مسكره، يعني انه هاي نفسه. فهذا هاي اسطواني معناها سوليد، يعني من جوا مليان، من جوا يعني مسكره كامله، مصمطه بسموها كانه. فهاي اسطوانه زي هيك، بقول لي في عندي اسطوانتين، اسطوانه اسمها اي بي هاي اي بي، اسطوانه اسمها بي سي هاي بي سي، ولدد توجذر ات بي، ملحومات مع بعض عند النقطه بي. نوينج ذات الديميتر الاول 30 والديميتر الثاني 50، يعني ديميتر اي بي 30 والديميتر الثاني 50، بقول لك فايند ذا افريج نورمال ستريس عند ميد سكشن عند اي بي وعند بي سي. طيب شوي بس شو هذا فيه. طيب فهسه انا ايش بدي اعمل؟ بدي اوجد مقدار الستريس. طب انا كيف اوجد مقدار الستريس؟ حكينا الستريس مباشره هو ايش طلب مني؟ نورمال. بس طب انا بقول لكم ليش ما في شير، تمام؟ ليش ما في شير؟ هون ايش عندي؟ في عندي طالب مني النورمال ستريس، يعني انا عندي المساحه زي هيك بدي الفورس العمودية عليها. طيب هسه هون لاحظ انه الشكل انت لما تشوفه من برا من هذا الاتجاه
تحكي لي أنا شايفه مستطيل، يعني هاي مستطيل، هاي مستطيل، وهي سيلندر، كيف إحنا بنعرف الشكل شو هو؟ الشكل أسطوانة، فبدي أخذ مساحة أسطوانة، ركز على هذا الإشي. لأن يعني إحنا بنشوف الشكل، إذا الشكل عندي زي هيك الفورس بتأثر هون، أنا بدي أخذ المساحة هاي، ما بأخذ مساحة الأسطوانة كاملة، لا بأخذ مساحة المقطع العرضي. يعني بتخيل إني قطعت الشكل زي هيك، اللي بشوفه بوجهي إيش بأخذه، فأنا إيش بشوف بوجهي هون بحالة الأسطوانة، بشوف بوجهي دائرة، دائرة الديميتر إلها هاي دي 1 وهاي الديميتر إلها دي 2. طيب شو مساحة الدائرة؟ مساحة الدائرة بتقول لي باي آر تربيع، لما يكون معطيني إياها بدلالة الديميتر بتكون باي على 4 دي تربيع، هاي المساحة، هاي مساحة الدائرة، يا بتاخذ هاي يا بتاخذ هاي، بس كونه معطيني ديميتر ليش نضل نقسم على 2 دائما؟ خلص خذ القانون هون، خذ القانون الثاني. فهون بالنسبة لي طلعت الاريا، ضل علي اطلع الفورس. طيب طالب مني اوجد النورمال ستريس، نورمال ستريس دائما نكتب القانون ونخلي القانون عندنا، طبعا هذا القانون هو كل شابتر ما عندي غيره، بي على اي. هسا بدي الستريس عند اي بي، شو بعمل انا؟ بقطع عند اي بي، بقطع، بقطع زي هيك. هسا انا هاد قطعته قلنا هي اسطوانه، بتخيلها زي هيك اسطوانه، انا قطعتها هيك قطعت، تمام. هاي لما تشوف اسئله اسطوانه بتحل دائما على هذا المبدا، بتقطع. شو عليها فورس؟ في عليها فورس 60. طيب هسا شو بدي اعوض الفورس؟ اعوضها 60. طيب اعوضها 60 ولا سالب 60؟ طيب ايش اعوض؟ معقول يكون شيء ثاني؟ الفورس دائما بنعوض الفورس اللي يعني الداخليه، الانترنال فورس. كيف بدي اطلع الانترنال فورس؟ مباشره افرض هاي الفورس قطعت، فدائما بفرضها طالعه من الجسم زي هيك، هاي نفسها بي، هاي سميها بي، فبحكي انا سيجما اف تساوي زيرو. فعندي هاي بي ناقص 60 تساوي زيرو، اذا بي تساوي 60، فالفورس اللي بدي اعوضها هي عباره عن 60، فبشيل، فالستريس راح يساوي عباره عن 60 على الاريا. كم الاريا؟ الاريا، اريا ايش انا شايف بوجهي؟ شايف بوجهي دائره، فالمساحه قلنا باي على 4 في الديميتر تربيع، كم الديميتر؟ دي 1 30، 30 تربيع. طبعا في الوحدات، ما ننساش الوحدات، وحده الستريس تقاس بالباسكال، الباسكال يساوي نيوتن على متر مربع، فأنا الفورس عندي هاي بالكيلو نيوتن، يعني خلينا زي هيك، الفورس عندي 60 الكيلو نيوتن، يعني ضرب 10 قوة 3، والديميتر عندي بالمليمتر، المليمتر يعني 10 قوة سالب 6 متر مربع، يعني 30 ضرب 10 قوة سالب 6 تربيع، لا سالب 3، سالب 3، المليمتر بساوي 10 قوة سالب 3 متر. فهذا الناتج بيطلع معي بالباسكال، فأنا دائما بالسترينث الباسكال بخليها ميجا باسكال، يعني شو بعمل؟ بضربها ب 10 قوة سالب 6، فبيطلع لي الناتج ميجا باسكال. دائما أي سؤال سترينث عوضه يخلي الناتج يطلع النهائي بالميجا باسكال، إلا إذا بالسؤال طلب كيلو باسكال مثلا، يعني بضرب 10 قوة سالب 3. طيب يعني تيجي لهون القضيب اي بي، بس اقطعه بحكي بي بتساوي 60، الفورس لاحظت الفورس هي طالعه من الجسم، الفورس بي طالعه من الجسم، طالعه من الجسم شو يعني؟ تنشن، فالستريس عليها، الستريس عليها ماله؟ تنشن. اريا باي على 4 دي تربيع زي هيك، فالفورس بي على اي عوضها طلعت معي هي باسكال، بضربها ب 10 قوه سالب 6 بيعطيني الناتج الميجا باسكال. طيب هسا بده بالبي سي، شو بعمل انا لما يطلب مني بالبي سي؟ بقطع عند بي سي، طبعا لما اقطع باخذ تكمله الجسم كامل، يعني مش بقطع باخذ بي سي لحاله، لا باخذ الجسم كامل، فانا باخذ دائما للجزء الحر، هذا فيكس ثابت، هذا الجزء الحر، طبعا هسه راح اشرحها هاي كامل. اقطع عند بي سي، اخذ يلا معي، في عندي هون فورس 125 وعندي فورس هون 125 وعندي فورس هون 60، واحنا هاي مقطوعة، هاي الجهة مقطوعة وهاي الفورس بي،
كم بدي أعوض بي؟ بحكي سيجما اف تساوي 0، راح أحكي بي زائد 125، 125 كم؟ 250 ناقص 60 تساوي 0. إذن بي تساوي سالب 190. لما تكون سالب 190 يعني أنا كأني بحكي 190 لليسار، يعني هاي الفورس صارت زي هيك. لما صارت زي هيك هي 190، يعني هاي كومبريشن، يعني ستريس بي سي راح يساوي 190 على الاريا. الاريا باي على 4. كم الاريا؟ كم الديميتر الثاني؟ 50، 50 تربيع. طبعا مع الوحدات، اذا بتركز على الوحدات 10 قوة 3، 10 قوة سالب 6 بحل وبطلع معي الستريس بي سي، بكتب جنبه كومبريشن او بحطه سالب. تمام. اي سؤال على الاسطوانه راح نحله على هذا المبدا. طبعا ليش ما اخذناش مربع؟ لانه هاي اسطوانه. يعني شوف كيف حلينا الفورس بي سي، قال لك الفورس هي هيك سالب 190، يعني عكس ما انا فرضت زي ما انا هاي. الاريا 50 التربيع، فالستريس هو عباره عن سالب 96.8. هاي لما يطلب مني الستريس. السؤال في حدا مش فاهمه المبدا اللي اشتغلت عليه؟ حدا مش فاهمه؟ حتى عنده سؤال يعني؟ سهل ولا صعب؟ اكتبوا لي على الشات سهل ولا صعب. مسحين تكتبوا، مش طيب ممكن تفتحوا مايك ترى. شوربة يعني امور بسيطه يعني. هو كبداية سهل المادة إذا تفهمها سهل من الآخر، ما في شيء صعب كبداية سهل. سهل بس اقطع وامشي، بس اقطع وامشي. السؤال الثاني نفسه، السؤال الثاني نفسه، بس شو بحكي لي؟ توصل السيلندر رودز اي بي اند بي سي ملحومات عند النقطة بي، بقول لي إذا النورمال ستريس ما بتجاوز 150، يعني إذا الستريس بيساوي 150، أوجد الديميتر 1 و2، أوجد ديميتر 1 و2. يعني هون عكس الدنيا، بروح على الفوق يعني حكى لي الستريس هون 150 والستريس هون 150، فايش انا نفس القانون بخليه زي ما هو بي على اي. اشطب هاي خليها 150، وهاي باي على 4 في دي 1 تربيع، هو بده دي 1. الفورس كم بحطها؟ قبل شو حلينا معنا نفس الشيء، حطها 60 صح، حله بيطلع معك دي 1. طيب على السؤال الثاني 150 الفرع الثاني يساوي الفورس قلنا قبل شوي سالب 190 باي على 4 في دي 2 تربيع، بس طلع دي 2. شايفين كيف السؤال بطل ياخذ وقت؟ هاي نفس الطريقه. هاي لما حل وصل اخر شيء باي على 4 قلبها صارت 4 على باي، هاي نفس القانون طبقته، عكس الاريا راح تساوي بي على ايه، والاريا هي باي على 4 دي 1 تربيع، 4 ب 60 اللي هي تبعت الباي. حل لو طلع مع الديميتر هيك، طبعا هو بيطلع معك هيك بالمتر فانت بتحوله مليمتر، وبنفس الطريقه الجزء الثاني طلع معي هيك. طيب سؤال عمودي. Two solid cylinder A, B and B, C are welded together at force B as shown. Knowing that the force B 10. قال لي اذا هاي الفورس 10 اوجد النورمال ستريس. تمام محمد، انا راح ابعث اللينك على الشات، لينك الكتاب ان شاء الله. تمام. Two cylinder rod A, B and B, C are welded together at B. Knowing that B بتساوي 10. قال لي اذا البي 10 اوجد الستريس. نفس الطريقه، اقطع هون، اقطع هون، ايش الفورس عند بي؟ فلما ارسم السكشن زي هيك هاي بي، فهي بدها تكون مباشره بي اللي هي 10 يعني. فبي على اريا 10 على باي على 4 في بوينت 7.5. حلو. والثاني نفس الشيء، هاي 10 وهاي 12، اجمعهم مع بعض كم؟ 22، يعني عوض 22 وهذا 1.25. حلو. طيب في سؤال انا بدي ارسمكم اياه، بدي ارسمه طلع من الدفتر. هاي البيرنج ستريس، شوفوا كيف لما اخذ السكشن مثل السكشن كيف بصير شكل الفورس دي في تي. طيب في عندي هذا السؤال، طبعا الله يعينكم على الخط، يعني هذا دفتري زمان. بيقول لي تو سوليد رود اي بي هاز ا ديميتر اي بي، الديميتر للاي بي 30 والديميتر لهي 50. قال لي اوجد السكشن نفس الطريقه، بس ايش قال لي؟ قال لي الاسطواني هاي الاسطواني اللي جوا هاي مفرغه مش سوليد،
يعني ايش؟ يعني في مساحه من جوا، في مساحه مفرغه من جوا. يعني هاي لما انا اشوفها، هاي لما اشوفها اسبطكم مثال عليها، تكون زي هيك، تمام؟ فقال لي انه هاي الكبيره عباره عن 50، وقال لي الصغيره عباره عن 40. فانا لما بدي اعوض الستريس، بدي اعوض الستريس بي على ايه؟ البي 190 قبل شوي مثل ما حلينا، على باي على 4. بس ايش بدي اغير؟ المساحه شو بدها تكون؟ باخذ المساحه المؤثره، المؤثره بس هاي مفرغه من جوا، شو المساحه اللي ظلت؟ ظلت هاي. هاي المساحه كم بدها تكون؟ 50 تربيع ناقص 40 تربيع. بس انه لما يكون مفرغ الشكل باخذ المساحه اللي الموجوده، يعني اذا هاي مفرغه كيف اللود يؤثر عليها؟ فايش تكون؟ 50 تربيع ناقص 40 تربيع. طيب لحد هون هاي اسئله ايش؟ اسطوانات. هسه الشير ستريس، الشير ستريس دائما يعني بحدث بالبراغي، لما يكون عندي برغي، يعني زي ما قلنا شوي كان عندي زي هيك اسطوانه وهي وصله، هذول موصولات مع بعض ببرغي زي هيك، موصولات ببراغي زي هيك، البرغي زي هيك. فهذا البرغي من كثر ما اشد ما اشد راح ينكسر، فالشير ستريس راح يكون بالبرغي. هسه في عندي نوعين للشير، في عندي سنجل شير وفي عندي دبل شير. لما يكون عندي وصلتين زي هيك مربوطين ببرغي، لاحظ لما ينفصلوا، هاي ظليت اشد، هاي ظليت اشد اشد اشدها، راح ينكسر البرغي من هون، صح؟ راح ينكسر، ينقب. يعني تخيل الشكل، يعني فوت على اليوتيوب اكتب سنجل شير، بس اكتب سنجل شير شوف كيف الفيديو راح يطلع معك، كيف هذا الجسم راح ينكسر، راح ينكسر من هون وراح ينكسر من هون. فكم الفورس، كم الستريس؟ طبعا الستريس شير بالرمزول بالرمز تاو هيك، بده يكون الفورس على الاريا. كم الفورس؟ الفورس هي دائما مساحه البرغي، مساحه البرغي اللي انكسر، باي على 4 في دي تربيع. هاي بحاله السنجل شير، يعني انه انكسر بس من جهه واحده، يعني هي من جهه واحده. هسه لو كان زي هيك، لو كان زي هيك، لاحظ انه راح ينكسر من مكانين، من مساحتين، يعني راح ينكسر من هون مره، وراح ينكسر مره من هون، وراح ينكسر من الجهه اللي فوق. احنا ناخذ من جهه واحده، لاحظ انه الفورس هسه الشير راح يكون، احنا قلنا بي على اي، بس هسه البي هون كم بدي اعوضها؟ بدي اعوض الشيء اللي انكسر، هاي مش انكسرت هون، كم هاي الفورس؟ اف على 2 مشان يصير اتزان. اذا هاي الفورس اف وهذول متساويات واجبار يكونوا متساويات، يكون اف على 2 اف على 2، فبتصير اف على 2 على الاريا، يعني اف على 2 اي. فالدبل شير، الدبل شير ماله؟ بيكون دائما بضرب المساحه باثنين، بضرب المساحه باثنين او بقسم القوه على اثنين، ما بفرق معي. هذا بسموه دبل شير. في تريبل شير؟ في، بس مش هون. وهذا حكينا عنه، وهذا حكينا عنه. طيب مش راح نفوت على الوصلات بهذا الزوم، راح نفوت على الزوم الجاي بالوصلات. بدنا نحل امثله على على المساحات، تمام؟ بدنا نحل امثله. طبعا هذول كلهم للدكتور وليد، ما في شيء خارج. عندي مثال زي هيك، هذا زي الاسطواني، بس مش اسطواني، مستطيل. هي رسم لي اياه 3 دي مستطيل. بدنا نحل السؤال مع بعض. طبعا اول فرع ما بدنا، الفرع الثاني ما بدنا اياه، شابتر 2 مش شابتر 1، تمام؟ الفرع الثاني شابتر 2. طيب حكى لي ابر اوف فاريبل كروس سكشن از سبجكتد تو اكسيال فورس از شون. قال لي اوجد الماكسيموم سيف فاليو للبي والاف. قال لي اوجد قيمه الفورس بي، اوجد قيمه الفورس اف. اذا الاستريس بالبرونز 100 والستريس بالالمنيوم 90، تمام؟ الاي مبني اياها، تمام. الستريس بالبرونز 100 والستريس بالالمنيوم 90، يعني زي كانه حكى لي هذا الستريس له كذا والستريس له كذا. يعني لو بدنا نرجع للكتاب، لو نرجع للكتاب زي هذا المثال، زي هذا المثال كاني حسبت انا ايش؟ كاني هاي حطيت هاي القيمه وحطيت هاي القيمه، تمام؟ تمام. نرجع للسؤال. حكى لي اوجد الفورس بي، اوجد الفورس. هسه احنا حكينا لما يكون عندي على هذا الاسلوب شو بعمل؟ باخذ سكشن للجسم، خذ سكشن، هذا قطعته، كيف بشوف هسه عندي انا؟ عندي الفورس بي وهيك بس مثلا، صح؟ هون مقطوع، قديش يطلع منها؟ بده يطلع بي. الستريس للبرونز، هذا برونز، كم الستريس للبرونز؟ 100. الستريس للبرونز كم؟ 100. يعني 100 تساوي
البي على الاريا. طيب كم الاريا؟ شوف البرونز، هاي البرونز، هاي كامله برونز. كم مساحه البرونز؟ ايش الفورس؟ هاي الفورس النورمال ستريس. مش هو نورمال ستريس لما نقول الاولبل ستريس، وهو بشكل عام هو نورمال ستريس ما عليه يشير. النورمال ستريس قلنا المساحه للنورمال ستريس هي المعرضه لللود، اللود عندي زي هيك، فشو المساحه بتاثر عليها؟ مش هاي بتاثر؟ حد عارف ليش هاي، او مش عارف ليش انا اخذت هاي المساحه؟ مش قلنا الفورس؟ هاي بحكيها وبرجع بسال، لو كان عندي فور زي هيك، فور زي هيك، حكينا هاي زي هيك، مش هاي المساحة المعرضة. يعني بشكل أوضح لو الفور زي هيك مأثرة، أو الفور طالعة من هيك، طالعة منها، شو المساحة المأثرة؟ هاي المساحة، هيها هاي، نرسمها بالزهر كمان. هاي المساحة اللي هي الطول بالعرض، تمام؟ لحد هون، لحد هون المساحة. في حدا مش عارف المساحة هاي، هاي المساحة كم؟ هاي المساحة هي 20 وطالع لفوق 5، فالمساحة 20 بخمسة. في حدا لحد هسه مش عارف ليش أنا أخذت هاي المساحة؟ عادي يكتب على الشات. الكل عارف يعني إنه هاي المساحة هي المساحة المأثرة، هاي المساحة المأثرة. فمباشرة الستريس اللي هي البرونز 100 تساوي الفورس اللي انا بدي اياها على الاريا، الاريا كم؟ 20 ب 5. ها طلعت قيمه الفورس بي. طبعا ننتبه للوحدات، الستريس معطيني اياها ميجا باسكال، ميجا باسكال يعني 10 قوه 6 مضروب بايش؟ بنيوتن على متر مربع. او شو بعمل انا؟ بحكي كيلو نيوتن على ملي متر مربع. عادي في اكثر من صيغه للستريس، بس انا هاي، فانا ما بديش، بحب ارجع للوحدات الاساسيه بعدين بشتغل، يعني مشان اوجد انا القيمه الصح، لانه بالامتحان راح اجيب الخيارات 110.1 1000 مليار كلهم نفس القيمه، بس شو الفرق معي الفاصله؟ فانا بحب مشان ما نغلط تعلموها كثير، ميجا باسكال يعني بدي احكي 100 ضرب 10 قوه 6 تساوي الفورس بدي اياها ما بعرف كم، بدي اياها بالنيوتن انا بعدين طلب بالامتحان، كيلو نيوتن بضرب ب 1000 بقسم على 1000، طلب ميجا باسكال ميجا نيوتن بقسم 10 قوه 6 وهيك على ايش؟ الاريا، الاريا 20 ب 5، 20 ب 5 مليمتر، مليمتر يعني كم؟ مليمتر مربع يعني كم؟ 10 قوه سالب 6. ف 10 قوه سالب 6 و 10 قوه 6 روحوا مع بعض لما اضربهم، فالفورس راح تساوي 5 ب 20 100 ب 100 يعني 10 تمام. فهاي الفورس 10000 نيوتن، فرضا بالامتحان قال بدي اياها بالكيلو نيوتن، فايش بعمل انا؟ اقسم على 1000، او بحكي 10 ضرب 10 قوه سالب 3 وتساوي 10 كيلو نيوتن، تمام؟ هاي الفورس بالنيوتن وهي الفورس بالكيلو نيوتن، فانا طلعت الفورس انا بدي اشتغل على اساس انها نيوتن، لانه السؤال مش طالب قديش القيمه بده اياها. الفورس 10. طيب بدي انا للالمنيوم، بدي للالمنيوم. هسا الالمنيوم افرض انا قطعته زي هيك، او انا قطعته زي هيك، انا قطعته زي هيك، لاحظ انه في عندي هون مساحه مفرغه، صح؟ بدي اطرح المساحات المفرغه هاي، بدي اطرحها زي السؤال اللي حليته قبل شوي على الدفتر. طيب قديش الاستريس عندي بالالمنيوم؟ 90، او حكي 90 ضرب 10 قوه 6 تساوي قديش الفورسات اللي عندي؟ عندي مأثر على الالمنيوم بي و2 اف، صح؟ لان لما اقطع باخذ الجزء الحر، قديش بشوف عندي؟ بشوف عندي بي واف واف، بي كم طلعت؟ 10000 زائد 2 اف. يلا الاريا، الاريا كم بتكون؟ مساحه ايش؟ مساحه الفورس المأثره، يعني تخيل انه الفورس مأثره من هون، ماشي؟ شو المساحه اللي بشوفها؟ هاي، وبطرح منها ايش؟ المساحتين المفرغات، لاني انا باخذ السكشن لجوا، بشوف السكشن كامل من جوا كيف شكله. فالاريا بدها تكون هاي كام لكم؟ 20 و10 و10 كم؟ 40، بس بطرح منها ال6 وال6، بطرح منها 12 يعني، وبضربها بالارتفاع اللي هو 5. طبعا هاي بضربها ب10 قوه سالب 6 لانه بالمليمتر مربع، تطلع مع قيمه اف. شوف حلها الفورس 10000 نيوتن، وبحاله الالمنيوم طيب زائد 2 اف، 40 ناقص 12، فالفورس تطلع من 1300. الفرق الثاني مش عندنا بالشابتر 2.
حدا فاهم هذا السؤال أو مش فاهمه يعني؟ حدا فاهمه؟ هذا السؤال أجا كويز قبل فصلين، أول فصل أونلاين نص الطلاب صفرته، مع إنه السؤال ما بعرف شو فيه. تمام؟ طيب نرجع سؤال ثاني. قال لي أوجد المساحة، يعني إذا كان أوجد ديميتر للكيبلز هذول. طيب إذا الاسترس بالبرونز 90 والاسترس بالستيل 120 وكتلة الهاز 1600، طيب لما يعطيني كتلة، يعني هاي بالاستاتيك بس نسيت أحكيها، إنه لما يعطيني كتلة يعني بنص البيم زي هيك، كتلة هاي كتلة بخليها فورس يعني 1600 في 10 في 10 يعني أو 9.81. تمام، هاي بالمنتصف، لما يكون عندي بالمنتصف مباشرة هذول بالنص سمبلي سبورتد بيم، مش حكيت لكم احفظوها دائما بالنص، فهذا هاي 1600 9.81 بصير 800 في 9.81، 800 في 9.81. طيب فهي الفورس بالستيل وهي الفورس بالبرونز، هو ايش بده؟ بده قيمه الاريا. هسه دائما الكيبل دائما مساحته دائره، ماشي؟ فمباشره الكيبل دائما مساحته دائره، تخيل حبل، عمرك شفت حبل مش مدور؟ فالستريس معطيني بالبرونز كم؟ 90، بده يساوي طبعا ننتبه للوحدات وهيك، بده يكون الفورس 800 في 9.81 على الاريا باي على 4. هو بده الاريا اصلا، ما بدوش افرض انه هو مستطيل الكيبل، ها هو بده الاريا على الاريا، خلص اقسم ال 800 على 90 بيطلع الاريا. وبالستيل نفس الشيء، بس بدل 90 بحط كم؟ 120. ايوه نفس الشيء، بس الاريا يعني شيء ما في سنجل او دبل او اثنين، هذا مش لنا. طيب ما شرحت، شرحت الشيء، انا لما يكون عندي اكثر من هاي، لما يكون عندي زي هيك، قال لي a bolted joint is shown the diameter of the bolts 1.8، ال width للبليت 15 سنتي، ال thickness للبليت 1.2 سنتيمتر، thickness للبليت هاي 1.2 ماشي، والبليت 15 يعني المساحة 15 ب 1.2 للبليت. The allowable stress للبولتس كذا وللبليت كذا والبيرنج كذا. انا شو اللي بدي منك؟ انا بدي افرض هذا السؤال جبت لك اياه، قلت لك اوجد لي الشير ستريس، اوجد لي الشير ستريس، بس الشير ستريس قلنا بالبراغي صح ولا لا؟ راح تقول لي اه. يلا الشير ستريس بالبرغي، الشير ستريس يساوي الفورس على الاريا، الفورس كم؟ اللي هي كيو. كيو هو ايش بده؟ هو بده قيمه كيو. تمام، الشير 1.1 والاريا لا مالنا 1.1 تساوي الفورس، الفورس بده اياها اللي اسمها كيو، بضل الاريا. الاريا ايش؟ كم برغي عندك هون؟ عندي اللي اياهم 1 2 3 4 5 6 وكل جهه وهي يعني 12 برغي، فكم برغي عندك؟ 12، ف 12 كم مساحة البرغي الواحد؟ كم البرغي الواحد ديميتر له؟ 1.8 يعني باي على 4 في 1.8 تربيع، بس هاي قيمة كيو. مش شرحت لكم مشان النورمال ستريس والهاي بالحالة الوصلات زي هيك، بس بنشوفها مع بعض، بس انه كشير ستريس بالبراغي واضح. كم برغي عندي؟ 12 برغي، بضرب 12، فقال لما كان دبل شير كانوا برغيين، ضربنا برغيين وهيك. هاي لاحظوا وين الشير ستريس، هيا الاريا واحد، هاي الشير 12 طب 1.1 في باي على 4 في الديميتر تربيع، فطلع لي الفورس 33. البيرنج قلنا البيرنج بحدث عندي زي كاني انا وقع هذا، وقع البرغي هذا صح؟ فالبيرنج عندي وين؟ البيرنج بحدث عندي thickness البليت، قلنا thickness البليت كم؟ 1.2 وعدد البراغي عندي 6، انا باخذ من جهه واحده بحاله البيرنج عشان قلت لكم ما شرحتها، والمساحه قلنا دي في تي، الديميتر 1.8 وهي thickness البليت، وهم 6 براغي بخلصها. البليت ترنجل ما مش داخل معنا، هذا مش داخل معنا. تمام، ف
حالة البيرنج هيك. طيب طيب راح نحل هذا السؤال، لا خلي هذا للزوم الثاني. بعد الزوم هذا راح نشرح مثالين من هون، بعدين نفوت على الوصلات وهيك بنخلص اول جزء من تشابتر 1. تمام، خلينا بس نشوف سؤال اكثر واسهل. طيب هذا مثال، قال لي اوجد اذا هذا الكولوم امن ولا لا. لما يقول لي اوجد الاشي امن ولا لا، شو يعني؟ يعني شوف اذا الفورس او الاسترس اللي عملها زي الاسترس الموجود ولا لا. يعني البرونز هون، البرونز الاريا له 200. طيب بقطع هون، بقطع هيك، بقطع هيك، وبقطع هيك، يلا روح على البرونز. بتحكي لي انا عندي الفورس 20 والاريا كم؟ 200. طبعا انتبه للوحدات، 10 قوة 3، 10 قوة سالب 6، تطلع معي بالباسكال. يعني لو هاي شلتها بس حليت بيطلع مع الناتج 100، طلع معي 100. كم هون البرونز؟ 100، بيساووا بعض، معناته آمن. طيب شوف الألمنيوم، الألمنيوم قديش عندي فورس؟ أنا عندي 16 وال 20، بعوض 36 الفورس. 36 على الأريا 90، ساوت 90 أقل من ال 90 أكبر من 90؟ لا. شوف اللي تحت الستيل، كم فورس عندي؟ 39 و16 و20، جمعهم مع بعض 75، كم طلع الهاي؟ 150، 150، وكم هو على الستريس عندي؟ 140، إذا مش آمن. فالكولوم هذا مش آمن، يعني هذا الكولوم إذا صممته راح يفشل ويوقع عندي. فوتوا على الزوم اللي بعدها. هسا بنبلش مباشرة. يعطيكم العافية. روح لحد عنده أسئلة بسأل الزوم هذاك.